عجز القلم عن كتابة بشاعة الموقف، مما يحدث من جرم مقصود من قبل أقرب الأقرباء الذين تحرشوا ببناتهم وأخواتهم، فلم تجد الفتيات غير الدموع لتصف صعوبة ومرارة الموقف. والله ما أعرف أستاذي شلون أبدي لك. أني تعرضت لاعتداء من قبل أقرب الناس إلي، بس مع الأسف ما كان إلي أحد أقدر أحكي له. حاول عدة مرات وحاول إنه يغتصبني، ولكن أني حاولت أحكي ويا أمي، بس ما شفتها الأم القريبة علي اللي أقدر أحكي وياها وأصادقها. ف خاصة حتى بعد ما عرفت انه اني معتدي علي، انه اعتدى علي، ذبت اللوم علي وبرأت الشخص المقابل. حاولت احكي وياها افهمها الموضوع، بس مع الاسف ما تفهمت من عندي الموضوع، واول وتالي يعني خلت اللوم علي. فما عرفت شلون احل المشكله. ان اعرف اذا العشيره تعرف اني راح اتعرض للقتل، فبصراحه انهزمت يعني من البيت ورحت على مركز الشرطه، قدمت شكوى بالشخص اللي حاول الاعتداء علي. بعدها أخذوني المكان آمن، وهسه أنا الحمد لله والشكر عايشة بهذا المكان ومرتاحة، ولو ما مرتاحة نفسيا، لأنه الشيء اللي تعرضت له هو شيء كبير كان علي، وصدمة صدمة انصدمت يعني. فأحاول أحاول إنه ولو ما أعرف شلون يعني. انكسار نفسي وضغط مجتمعي، وصغرت الأرض بما رحبت على كل فتاة كانت ضحية لشهوة ونزوة وحش، فما هي إلا رسالة لكل أم أن تكون سندا وقوة ومتابعة لبناتها، وتحرص عليها من أنياب الذئاب داخل محيط المنزل وخارجه. أني هم تم اعتداء علي من قبل أحد أقرباء المقربين مني، وموضوع صعب وجدا صعب، حتى ما أقدر أحكي بيها وما أريد أتذكر أصلا، وآسفة بعد ما أقدر أحكي. مؤلم أن تموت وأنت على قيد الحياة، والأكثر إيلاما أن ترتجي من الغريب أن يحميك ممن كان من المفروض أن يوفر لك الحماية كالأب والأخ. قناة التغيير، سعدون سلطان، كركوك.